يا ماما بقى، انا تعبت، عايزه اقوم العب جيمز بقى ولا اعمل اي حاجه تانية. وانا كمان يا ماما عايزه انام عشان اكون فايقه الماتش بكره. اعملوا حسابكم محدش هيقوم من هنا غير لما نخلص الواجب. لو كده انا خلاص فاضلي صفحه واحده وقربت اخلصها. وانا كمان قربت اخلص. صحيح يا ماما، هو احنا ليه بندرس التاريخ ده؟ دي ناس من زمان قوي وما بقوش موجودين، هستفيد منهم ايه؟ انا عارفه ان مذاكره التاريخ صعبه، بس يمكن لما تسمع قصص العلماء والادباء دول يكون دافع ليك تحقق اللي بتحلم بيه. انا عن نفسي هدفي ابقى في مهنه اقدر اساعد بيها كل الناس، دكتوره مثلا زيك يا ماما. مش الدكتور بس اللي بيساعد الناس يا نوره، كل واحد في مجاله يقدر يفيد غيره. معاكي حق، خلاص هشوف اكتر حاجه الاقي فيها نفسي واقدر اساعد بيها غيري. وانت يا استاذ نور بتحلم بايه؟ مش عارف، بس اهم حاجه ابقى مشهور وكل الناس تشاور عليا. بس الشهره مش مهنه يا نور. ماما يا حبيبتي، انا بشوف ناس كتير مشهوره مش محتاجه تشتغل، هم يا دوب بيصوروا فيديوهات وكل الناس بتحبهم وعايزين يبقوا زيهم. لما بتكون شاطر وتفيد الناس بشغلك وعلمك ساعتها هتتشهر، والناس هتشاور عليك انك انسان ناجح. ده اهم كتير لما تكون انسان مشهور بلا هدف. اه طبعا امال. خلاص كفايه كده النهارده. ايوه عشان الحق انام كويس. بكره يوم مهم يا نوره، نامي كويس علشان تصحي مركزه وفايقه وجاهزه للماتش. شجع معانا يا نور. الله، ما انا بشجع اهو يا ماما. قوية قوي، بس الماتش ده خرجني من التصفيات، ده غير ان شكلي وانا بقع محدش هينساه والكل هيضحك عليا. بصراحة الوقعة كانت مسخرة، بس المهم ان انتي ما حصلكيش حاجة. يا بايخة يا رب بطلي. انتوا مكبرين الموضوع قوي، محدش هيفتكر حاجة، وكلها يومين وتكسبي بطولة تانية ويتحول اللي حصل ده لانتصار كبير. لو سمحتوا انا عايزة ابقى لوحدي. حاضر يا نورة، أنا أصلاً كده كده لازم أمشي. فاكر أما قلتلك بلاش نورة تلعب اللعبة دي؟ على فكرة بقى اللعبة مهمة وبتعلمها صفات كتير، وهي ياما خدت بطولات، ده غير إن الحياة مكسب وخسارة ونورة لازم تتعلم ده. بس نورة متفوقة
ودايماً بتطلع الأولى وبتجيب ميداليات. هي مش متعودة على الخسارة. أنا زعلانة جداً إنها خسرت. أهو تركيزك وزعلك مع خسارتها ده هو اللي هيخلي نورة تتضايق أكتر. إذا كنت أنت أكتر واحد بتزعل أما نورة بتخسر أي ماتش ولو صغير. أيوة أنا متضايق، بس بحاول مخليش طريقتنا في تشجيعها وإن إحنا عايزينها تكسب تبقى هي السبب إن نورة تزعل. معاك حق. بابا، ماما، شفتوا ده؟